الو، السلام عليكم ابني، شلونك؟ شلون صحتك؟ لك وينك؟ صار لك منطرني 3 ساعات وكل شوي بدأ لك بتقلي هلا بجي وهلا بجي وهلا بجي. يعني انا ابوك بتعرفني تعبان كتير، وحالتي يعني تعبانه وجسمي كله عم بتكسر. لك يا ابني عم بستناك انا، تعا ماذا تجي قلي؟ كل ما بدأ لك بتقلي ربع ساعة وجاي وجاي. دي يلا تمام عم بستناك يا ابني مشان تاخذني. ماذا تاخذني؟ قلي ما بداخذك وخلصت وراحت يا ابني. عم بستناك يلا دي سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون نخلص من الختيار؟ ما بعرف. وينك يا ابني؟ ليش تاخرت؟ اي والله يا اتصلت لي ربع ساعة وهي صار لي 3-4 ساعة بستناك بعد اخر اتصال. يلا مو مشكلة، لا مو وقت امشي امشي. لك اوه شوي شوي يا ابني، مو عبال لك ايدي عم توجعني وجسمي كله عم يوجعني. ايش بك؟ اوهو شوي 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 ما اختلفنا. خلص امشي يا ابي، عندي شغل ماني فاضي انا يا ابي. هلا صار عندك شغل يا ابني؟ انا ياما تارك شغلي وجاي لعندك لحتى الحقك يا ابني. تكون انت مريض اداويك مشان اجي اخذك على الدكتور. هلا صار شغل اهم من ابوك؟ ما عاد نخلص هالاسطوانه. حسسني بس انت الاب الوحيد اللي كنت تعمل هالشيء كرمال اولادك. كلياتنا بنعمل كرمال اولادنا. ليكني انا كمان اذا بصيب شيء لابني بترك شيء من ايدي ضرب شان ابني. هذا ابني ضناي هذا، فانا كمان ضناك، فانت كنت مجبور تعمل. مو عم تعمل انه والله ها عم تعمل خير تمنني فيه رايح جاي. تقولي له اب الوحيد على الكره الارضيه اللي بيعمل لاولاده، يعني بالاول والاخر ضنانا غالي، هذا ضنا وانا كنت ضناك، فلهيك ما بعرف احكي معك. ولو ايه والله يا ابني معك حق، مثل ما عم تقول الضنا غالي. ابنك اهم من ابوك، ابنك اهم من ابوك. هلا انت ليش صحت لي؟ مشان روح على الدكتور. ايه طب خلص امشي خلصني يلا امشي. هذا هو الدكتور، سويت لي مشاكل كلها وهالاسطوانه فتحت لي اياها، والدكتور ما في بيناتكم شبر. تتعب تتعب تروح لحالك؟ ترى خليني اترك شغل مشانك. انا ما بعرف ادخل لجوا ولا بعرف احكي معهم ولا بعرف اساوي شيء يا ابني. قلت مشان انت تجي تساعدني بهالامور، لانه ما بفهم بهالامور كلها انا يا ابني. مشان تساعدني. لك شو بدي ساعدك انا؟ شو بدي ساعدك؟ يا ابني يعني اروح اجيب غيرك؟ يعني اروح اجيب غيرك غالي ترجم لي؟ اذا انت بتعرف ليش اروح اجيب غيرك؟ لك روح جيب مين ما بدك يا اخي، انا ماني فاضي لك، بيعد ياخذني على شغله فاضي. امشي يلا خلصني، خلينا نخلص الموضوع. عم تعيط على ابوك؟ عم تمد ايدك عليه؟ لك بعيط عليك وبكسر ايدك كمان. روح روح عم تمد ايدك على ابوك يا هواطي. لك طول بالك يا ابن الناس، طول بالك. كيف بدي طول بالي يا عمي؟ كيف بدي طول بالي؟ هو عم يضربك بنص الشارع. لك هذا ابني يا ابني، لك هذا ابني ضناي. عمي وإذا ابنك؟ هذا الولد عاق لازمه ترباي. عم يضربك بنص الشارع، هذا الولد عاق ولازمه ترباي من اول جديد. عمي ترني عليه. لك لا ما تمد ايدك عليه، اذا بتمد ايدك عليه بكسر لك اياها. ليش يا عمي عم يضربك بنص الشارع؟ رح اخذ لك حقك منه. لانه انا كنت اساوي بابوي هيك، وهلا اجى ابني وصار يساوي فيني هيك. بس بكره ابنك رح يضربك مثل ما عم تضربني الي. خلص روح ابني روح، خلص روح عيفه. لك تعا اضربني، تعا تعا اضربني مشان احس بالذنب اللي انا كنت عم تركبه مع ابوي. لك تعا اضربني، تعا لك تعا صح مثل ما قال رب العالمين كما تدين وتدان. تعا اضربني يا ابني، تعا بلكي ارتاح من العذاب والقهر اللي انا فيه هلا، لانه انا هلا حسيت بالقهر اللي كان يحسه ابوي وبالعذاب اللي كان يحسه ابوي. لا يا ابي لا لا سامحني يا ابي. لا بوس ايدك، بوس اجرك. لا يا ابني لا يا ابني قوم، روح الله يسامحك ويغفر لك ويتوب عليك يا رب. يا ابي برضاي عليك. لا لا برضاي عليك يا ابي، برضاي عليك. تسامحني لحتى ما يجي اولادي يعملوا فيني هيك يا ابي. روح يا ابني الله يسامحك ويغفر لك ويتوب عليك ويبعث لك الذريه الصالحه يا رب. وان شاء الله اولادك ما يعملوا فيك هيك مثل ما حزنت فيك. الله يخليك سامحني يا ابي، الله يخليك. والله يسامحك يا ابني. والله ندمان، والله العظيم ما كان قصدي، والله يا ربي يا ربي سامحني يا ربي. والله يسامحك يا ابني. قوم يا ابي قوم. قوم اخذك على البيت، بس قبل كل شيء راح اخذك على الدكتور يا ابي، الله يخليك سامحني. والله يسامحك يا ابني. لا تواخذني.
سامحنا على الشيء شفته منك. الله يخليك ويوفقك يا رب. توكل على الله. توكل على الله. امشي يا ابي امشي. رح اخذك على الدكتور، والله اللي بده يصير عليك بيصير علي. من هون ورايح ما برد على مخلوق اني اخلق غيرك يا ابي. الله يخلي لي اياك. روح روح يا ابني، الله يبعث لك الزينه الصالحه يلي تسر قلبك وخاطرك يا رب. بروا ابائكم، تبركم ابناؤكم. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. اسمع ماذا يصنع البر باهله. له والدة هو بار بها، لو أقسم على الله لأبر. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا.